ولنقاش ملف الأزمات الداخلية في فرنسا في ظل موجة الكراهية ضد المسلمين التي يشجعها الرئيس الفرنسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين العضو السابق في البرلمان الألماني دكتور جمال قارسلي. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. مساء النور. خلف قانون الأمن الشامل في فرنسا أزمة كبيرة، كيف يمكن تقييم الموقف الفرنسي في دولة تتمتع بالحرية والديمقراطية؟ نعم، طبعا هذه أحد حق المطبات أو فشل سياسة ماكرون الداخلية، لأن ماكرون هو وعد بهكذا قانون، وعد بقانون للبوليس، لرقابة البوليس الشرطة، بأنه سيسن هكذا قانون، والذي قام بصياغة هذا القانون هو نائب من كتلة ماكرون، ولكنه كان شرطي في السابق وقدم هذا القانون، والذي وصل البلاد إلى هذا المستوى. ولكن وواضح بأن ردة الفعل قوية جدا، جميع الأحزاب اليسارية تقف وجه هذا القانون، جميع المنظمات الإنسانية تقف وجه هذا القانون، ونصور هذا القانون لن يمر لأن أمامه عقبات كثيرة. هو عندما إن مر من مجلس الشيوخ فإنه سيقف عند مجلس الدستور، وهناك حقا ردة الفعل قوية وقوية جدا، وهذه كذلك صدمة أخرى لماكرون وإثبات آخر لفشل سياسة ماكرون الداخلية. كيف ستنعكس هذه القوانين الجديدة على سلوك قوات الأمن ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية؟ هذا القانون حقا يتضارب، وقانون يعني مبادئ الإنسان الأساسية وقانون الحرية والديمقراطية وحق التعبير. نحن نعرف دائما أن عندما تكثر صلاحيات الأمن والبوليس فتقل الإمكانيات الديمقراطية. لو أخذنا مثلا النظام السوري، النظام السوري أصبح كله ديكتاتوريا بشكل مطلق لأنه سلم الأمور كلها للأمن، ولذلك تسليم الموضوع للأمن بهذا الشكل فهو سيحول الدولة إلى دولة بوليس، إلى دولة ضد الديمقراطية والحرية وحق التعبير. ونحن نعرف أن هناك يوجد يعني فصل السلطات، لكل سلطة لها دورها، السلطة التشريعية لها دورها، والسلطة التنفيذية لها دورها، وكذلك القضائية. ونحن نعلم بأن الإعلام هو جهاز رقابة، فإذا أخذنا أو قللنا من دور الإعلام في رقابة الدولة أو في رقابة الجهات التنفيذية فإن الدولة ستتحول حقا إلى دولة بوليس ودولة ديكتاتورية. والصور هذا الذي يحاول أن يختفي خلفه ماكرون ويريد أن يخبئ سياسته الفاشلة في فرنسا داخلها وحتى خارجها. كشفت مجلة أتلانتيك الأمريكية أن القوانين الجديدة في فرنسا ستحد من الحريات. بالمقابل يتحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأنه يحافظ على حرية التعبير المطلقة. كيف يمكننا تفسير هذه الازدواجية بين القوانين الجديدة والموقف الأخير حيال الرسوم الكاريكاتورية؟ نعم، هو حقا هذا هو النفاق بعينه، يعني وحقا هو ازدواجية في المعايير بمكان ما يدافع عن مجلة شارلي أبدو ويقول بأن ما تقوم به من صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنها حق التعبير، ولكن هنا بشكل آخر يمنع الشعب أن يقول رأيه، أن يتظاهر، أي يمنع الناس أن يصوروا البوليس، يعني لأن الناس عندما يكون لديهم يعني موبايل أو تليفون ويصوروا البوليس يريد أن يمنعه ذلك. حتى البوليس دخلوا إلى 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 مكان عمل رجل أفريقي الأصل وأهانوه وقتلوه وضربوه، فإذا هو يريد أن يغطي على هكذا أمور التي تسمح بالتعبير عن الرأي وقول الرأي والرأي الحر، ومن طرف آخر يدعم أقوال يعني منافية للعادات والتقاليد وللأخلاق والتي تسيء للإسلام، فإذا هو هنا حقا تكمن الازدواجية ويكمن النفاق بأم عينه. كان تجمع ضد الإسلاموفوبيا كشف عن أن 59% من الكراهية ضد المسلمين تمت في مؤسسات حكومية. كيف يمكن تفسير سلوك وتصريحات المسؤولين الفرنسيين تجاه الإسلام، وما سبب هذا العداء؟
للأسف هذه كل يعني الجهات الحكومية هي وراءها دائما كذلك أحزاب وتكسب وتكمن سياسات، وللأسف هذه الأحزاب والسياسات تبحث عن الأصوات في القسم اليمين المتطرف، واليمين المتطرف طبعا هو نعرف انه اعدائه للاسلام، وهنا يحاولوا ان 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 يشجبوا في الاسلام، ان يسيئوا للاسلام لكي يعني يكسبوا الاصوات. ولكن هذا الموضوع خطير جدا، لان عندما تقوم الحكومه وتقوم الاحزاب بعمل هذا فان الاحزاب اليمينيه تتطرف اكثر ويزداد التطرف في البلاد. فاذا هنا للاسف يوجد عمل خطير لتغطية الفشل في السياسة، ونحن نعرف يعني هنا الهدف من ذلك هو ليس أنه لصالح الإسلام أو المسلمين، بينما هو لمراقبة الإسلام والمسلمين والسيطرة عليهم وللعب بورقة الدين أو الإسلام في الحالات الحرجة عندما تفشل السياسات الداخلية كانت أو خارجية منها. شكرا جزيلا لك. العضو السابق في البرلمان الألماني دكتور جمال قارسلي حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين.